متاكد؟ طب احنا عايزين كهربا يتجوز بس عشان انت هتتجوز يا ابني الشهرين اللي جايين ان شاء الله. ارحمنا بقى. الشهرين اللي جايين اكتب كتاب ان شاء الله. امتى؟ الشهرين اللي جايين اكتب كتاب باذن الله. الشهرين اللي جايين؟ يعني احنا في شهر كام النهارده؟ احنا في شهر كام؟ ايوه صح عشان على الهوا كده عشان بالظبط كده عشان على الهوا وهطلعها لك. في شهر 7 دلوقتي. متاكد؟ يعني في 9 يا كابتن مثلا. ان شاء الله هندي له مهله 7 دي 7 7 احنا في 7 ما انا بقول في شهر كام بقول احنا في شهر 7 هو في شهر 9 بس ممكن 9 بس السنه الكام لسه ما اعرفش. انا عارف اصلي والله والله عارف عشان كده بقول له 9 سنه كام سنه كام. لا والله ان شاء الله قريب والله في حاجه يعني كهربا كهربا موضوع الجواز ده عشان هو متعلق بوالده ووالدته قوي فهو طبعا. مش حابب اللي هو يعني ياخد يبعد عنهم يعني.